كاين بعض المتربصين كيحاولوا يمسوا السلامة ديالها ويسبوها الهاتف النقالي، وما أكثر هاد الأشخاص كنقولهم الله يهديكم، ولكن عناصر ديال الأمن الوطني هي كاينة هنا بالمصراط. الآن هاد العناصر كيفاش غتقوم بالإيقاف ديال هاد الأشخاص؟ ولا المستوى الأول استخدام جهاز المناورة، وهذا الجهاز هو جهاز جديد الآن يتم تعميمه واللي كيحقق شل حركة المجتمع فيه بآلياف من الكبار، كتحيط بالجسم المجتمع فيه وكتمنعه من تعريض الضيق للخطر. هذاك الموس هربط يديك، هذا هو السلاح الجديد الذي سيكون ان شاء الله لمدير العام الوطني، تطلع بان تقوم التعميم ديالو على مختلف الوحدات الامنيه من اجل تحقيق النجاعه في القوات الشرطيه وضمان سلامه المواطنين. وما يجري الاسلحه بعد تقنيات الدفاع الذاتي، الشرطي يمكن له يوجه استخدام تقنيات المناورة لكي تغسل مع الخيار خيوط الكهرباء، وإذا كان يجري أشد عنفا فغي تم استخدام الطازر لكي يصل واحد الصعدة كهربائية. بارك الله عليكم وشكرا لكم لأنكم أنتم كتساهموا في أمن وسلامة الوطن. جمعية الإيمان تشوف حقوقها صلاح الدين تشوف المدارس ديالها. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب، بارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.